يشارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين في إضراب يعد أكبر عمل منسق لعقود. وتقول الحكومة البريطانية إنه يأتي احتجاجا على انخفاض الأجور وسيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع. هذا وسيشهد الإضراب إغلاق المدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد بحسب السلطات البريطانية. He's the mayor of London, Sadiq Khan, but he has sent us a message of support. And he says, as a man and a proud trade unionist, I'm proud to be sending this message of support. As someone who regularly speaks to teachers, including a number of my own family members who work in the profession, I know how much you care about the education your students receive. أجرت بلومبرج إيكونوميكس رسميا تحليلا بعد 3 سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست. وأظهر الرسم التحليلي صورة قاتمة للضرر الذي أحدثته الطريقة التي نفذت بها الحكومة البريطانية الخروج، حيث كلف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاقتصاد البريطاني 100 مليار جنيه استرليني سنويا، مع آثار تمتد إلى كل القطاعات من الاستثمار التجاري إلى قدرة الشركات على توظيف العمال. يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق اليوم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. المحادثات ستكون الأولى لماكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب، حيث من المقرر أن يتناول اللقاء مناقشة الحد الأقصى لسقف الاقتراض بالولايات المتحدة والذي تسعى الإدارة الأمريكية لرفعه. تتصاعد حدة الخلافات بشأن الحد الأقصى لسقف الاقتراض بالولايات المتحدة الذي تسعى الإدارة الأمريكية لرفعه، فيما يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى ربط الموافقة على رفع سقف الديون بتخفيضات في الإنفاق الحكومي. وفي محاولة لتجنيب هذه الأزمة التي تلوح في الأفق، يأتي لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي في وقت لاحق مع الرئيس جو بايدن الذي يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة، رافضاً وضع هذا الاجتماع في خانة المفاوضات. المحادثات هي الأولى لماكارثي مع بايدن منذ انتخابه رئيساً لمجلس النواب هذا الشهر بعد سيطرة الجمهوريين على الغرفة، في الوقت الذي شدد فيه على وجوب أن يعيد سيد البيت الأبيض النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع سقف الدين العام، حيث هدد الجمهوريون بعدم المصادقة على التدبير الذي يرفع سقف الدين العام المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار. وينبئ هذا الموقف بصدام حاد قد تشهده البلاد في الأسابيع المقبلة، إذ حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد من شأنه أن يسبب أزمة مالية عالمية، وسيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وسيقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية. عبر البيت الأبيض عن غضبه بسبب صافي الأرباح القياسي الذي حققته إكسون موبيل العام الماضي والبالغ 56 مليار دولار، وهو رقم تاريخي لقطاع النفط الغربي بأكمله. ومن المتوقع أن تحطم شركات النفط الكبرى أرقامها القياسية السنوية بفضل ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب، ما يرفع أرباحها مجتمعة إلى قرب 200 مليار دولار. واجتذب هذا المستوى المرتفع انتقادات متجددة لقطاع النفط، وأثار دعوات لدول عدة بفرض مزيد من الضرائب على أرباح الشركات.